قبل بداية المقطع شباب جايب لكم قناة مستر فانتوم. طبعا شباب حاليا الرجال عنده 3000 مشترك، طبعا نزل تقريبا 4 مقاطع عن السيزون الثامن، فانصحكم انكم تشوفوها، تسريبات واخبار عن السيزون الثامن. طبعا شباب الرجال كمان عامل جيف اوي، طبعا شروط الجيف اوي راح تكون باخر مقطع له مثل ما تشوف. هذا هو المقطع، ادخلوا قناته وهذه هي شروط الجيف اوي. طبعا راح اسوي السحب على الجيف اوي اول ما توصلوا 6000 مشترك. طبعا بحط لكم رابط قناته بالوصف، ادخلوا ووصلوا 6000 وانتم قدها راح توصلوا باذن الله. طبعا شباب هذه التحديات مثل ما تعرفوا الشركه كل اسبوع تغير ترتيبهم، يعني تخلي التحدي الثاني الرابع وتخلي الرابع الاول. المهم عشان ما تخربط لما تنزل التحديات شيك على التعليق المثبت، اذا كنت كاتب التعليق المثبت انه التحديات صحيحه بس تغير ترتيبهم خلص سوي التحديات مثل ما انا شارحهم وراح تخلص التحديات السبعه اللي عندك، لانه هم بس انه تغير ترتيبهم. خلونا نبلش بالتحديات شباب، ونبلش بالتحدي الاول. التحدي الاول مطلوب منك انك تبني اي بناء باستخدام حجر او خشب او حديد. طبعا التحدي كثير سهل، مو شرط 250، ممكن يطلب منك 500 او 1000 حسب كم بس ينزل التحدي. طبعا كل عليك انك تبني بناء وتوصل العدد اللي طالبينه منك، ممكن 500 ممكن 250، والتحدي كثير سهل. وننتقل للتحدي الثاني. التحدي الثاني مطلوب منك تدمج الناس الراكبين بالمركبات، يعني السيارات او الدباب. طبعا مش شرط 100 دمج، ممكن 500 ممكن 1000. طبعا شباب التحدي سهل، بس كل عليك تدمج الناس بالسيارة وراح تخلص التحدي. وطبعا في احتمال انه التحدي يتغير، راح ابين معانا لما تنزل التحديات. التحدي الثالث سهل، مطلوب منك قتل 3 اشخاص باستخدام الاسلحة المتفجرة، RPG، لانشر، قنابل، اي شيء يتفجر. طبعا تقدر تعملهم نوك داون، تبطحهم باي سلاح ثاني، شاتجن، رشاش. اهم شيء لما تفنشهم بالاسلحة المتفجرة. وننتقل للتحدي الرابع. التحدي الرابع سهل، مطلوب منك انك تفتح 7 صناديق بشيفت شافت او تفتحهم بلونلي ليد. تفتح 7 بشيفت شافت او 7 بلونلي. تقدر تفتح 4 صناديق مثلا بلونلي وتكمل الباقي بشيفت شافت عادي يصير. التحدي الخامس مطلوب منك تبحث عن النجم العادي باماكن معينه، بوريكم مكان النجم يا شباب، راح يكون مكان محدد لكم باللون الاصفر عند الجبل بجانب ولينجود. وطبعا النجم بالتحديد راح تكون على الارضيه اللي راح احط عليها بخاخ. هذا مكان النجم يا شباب كثير سهل. خلونا ننتقل للتحدي السادس. والتحدي السادس تحدي شوي بده تركيز، مطلوب منك انك تستخدم النار كم فاير او اللانش باد باقيام مختلفة 3 مرات، يعني بكل جيم مرة واحدة على مستوى 3 اقيام، اما انك تستخدم النار او انك تستخدم اللانش باد بكل جيم. طبعا كل جيم سويها مرة واحدة على 3 اقيام، 3 اقيام بكل جيم مرة واحدة، بتخلص التحدي باللانش باد او بالنار، والتحدي كثير سهل. ننتقل للتحدي السابع والاخير، هو تحدي مراحل. والمرحلة الأولى مطلوب منك انك تزور بارادايس وسولتي بنفس الجيم، بارادايس وسولتي بنفس الجيم. لما تخلص جيمك تموت او تفوز، المهم بعطوك المرحلة الثانية اللي هي جانك جانكشن ولوت ليك بنفس الجيم. هذه هي المرحلة الثانية. لما تخلص جيمك تفوز او تخسر، بعطوك المرحلة الثالثة اللي هي هانتد هيلز وويلينجود بنفس الجيم. هانتد هيلز وويلينجود بنفس الجيم. وهذا التحدي كمان اتكرر معانا مش اول مرة، فبنعتبره تحدي سهل. وبس شباب هيك بكون شرحت كل التحديات، اذا في تحدي ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات. وطبعا شباب بذكركم انه بكره يوم الجمعه راح اسوي السحب على الجيف اوي. طبعا الجيف اوي اللي حكيت عنه قبل شهر عن الحزمه الثلجيه، راح اسوي السحب بكره يوم الجمعه، فخلك متاكد انك مشترك بالقناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار المقطع اللي راح نزله بكره يوم الجمعه. طبعا شباب بس راح اترككم مع جيم بلاي، ويلا مشاهده ممتعه.
chase the lead.